اليوم اثبتت على ارض صعبه، سباق صعب، سباق صعب اثبتها، يعني لا اثبتها بقوه. بعد اكون صريح، وفي اراضي ما تتحمل السرعه لك. متوقع الصراحة إن السباق خلينا بصمة اليوم هني. محمد الله يطول بعمره وزنه ثقيل ووزنه خفيف ما ينخف عليه، شفتوه اليوم. يسوى كلمة نقدر نفكر فيها مرة ومرتين ومليون مرة. شنو اللي يسوى؟ شنو اللي يسوى التعب؟ شنو اللي يسوى التفكير؟ شنو اللي يسوى الكلام والتبرير؟ شنو اللي يسوى الإصرار لو مهما يصير؟ مرات الجواب بيكون واضح قدامنا، ومرات الجواب ما نحصله إلا في لحظة. أبي أبات هني الليلة في الفاتيك وياها. وكل لحظة بتشوفونها الحين بتتكلم قبل ما أنا أتكلم، وما بتحتاجون تسمعون مني حتى تحليل. خلنا نشوفها ببطولة العالم إن شاء الله. أو أنا سحبتها شخصياً من السباق بسبب أن الفرس مختلة، وهذه عادة الأفرس، ولكن الوعد أن لي صولات وجولات مع هذه الفرس بالذات، وأوعدكم هذا الوعد. المرحلة الثالثة بالكامل أنا كنت في الليد أسحبهم، ولذلك صار الأفرج أعلى لأن شوي كان في جرأة وشوي كنت أبي أفل بعض الخيل عشان ما كلام جميل. اليوم عطتك ذيك ثقة أن أنت تقدر. أقول لك يعني الفرس ما طلبت منها، هي موديتني، هي شافت واحد مرخي عنانها قالت هذا اللي أبي. أنا ما أقول لها لا، تبي تروح توكلي على الله. في أماكن وصل 28-27، وفي أماكن ننزل ونمشي من الخيل. هذه الفروقات اللي صايرة في المراحل. صح، تعرفون شنو يعني توصل السرعة في المرحلة الثالثة في إسبانيا في هذه الأرض 27-28؟ يعني شنو صار في المرحلة الأولى والثانية؟ بنعرف، بس قبلها هو كعرف وعدنا أن بنشوفك مع كالندريا. نعم
بس تبي الصراحة أنا ما توقعت أشوفك معاها بهالسرعة. أنا يوم وعدتكم في إيطاليا قلت لكم إن شاء الله بتشوفوني مع كالندريا أفضل وأقوى، لأن مشكلتها ما كانت مشكلة صعبة، يعني ما كانت مشكلة ضلع أو مشكلة يعني إصابة ولا قل جاهزية. الفرس كانت في قمتها ذاك اليوم، لكن في بعض الأمور ما تساعد الكائن الحي أنه يؤدي مثل الأداء بشكل يومي. مثل البشر، اليوم يقوم له خاطر وبكرة ما له خاطر. للأسف بطولة العالم ذاك اليوم يوم أصبحت الفرس ما كان لها خاطر فقط. فأنا اليوم وتجهيزاتها ومتابعتنا اليومية لها كنت مطمن أن الفرس إن شاء الله أنها بخير، وتمت تمارينها زينة وكانت فوق الزين. هي وين كانت في هاي الفترة؟ عندنا يعني تحت إشراف تدريبنا، بس كنت خايف من شغلة واحدة، أن لو وصلت المرحلة الأولى وحطيت الساعة هل قلبها بيعطيني مثل قراءة إيطاليا أو أن بيكون القلب مثل كالندريا إحنا نعرف. أول ما حطيت الساعة واللي هي 72 بس عرفت أن كالندريا رجعت. من تكون كالندريا؟ تعرفون لما يكون جواب السؤال واضح بس بعد نحتاج نسأله؟ ليش اخترت حق كالندريا هاي السباق بالتحديد؟ كان عندنا أكثر من أوبشن الحقيقة، وهذه أرضها واسطبلها ترى 40 كيلو من منطقة السباق. فلو أنا باخذ أرض تضاريسها سهلة كان الأوبشن مالنا إستونيا. أصار على إستونيا لأن إستونيا أصعب وفيها منافسين أقوى، ويوم بتفوز بيبين مستواك الحقيقي. فإحنا كنا نقدر نختار سباقات طبعاً ضعيفة ونروح نفوز فيها، كان أريح لي. لكن بس لو مو هاي السباق ترى كالندريا كانت بتكون في وينزر. كان البلان نعم إيه؟ كان البلان والأمر من أبو حمد الله يطول عمره أن الفارس في وينزر، بس تعرفين ظروف وينزر بريطانيا سبة الكوفيد ما قدرنا نسافر سبة الكارنتاين. إن الفارس سبحان الله تناسبها الجبال أكثر والبيئة الوعرة والصعبة، خاصة إذا في رطوبة وحر مثل اليوم. أنا حين اللي قاعد أشوفه أن في ناس تقول الأرضية وايد صعبة، في ناس تقول الأرضية لا زينة. لا، الأرضية على سرعة 35 بتكون صعبة، بس على سرعة 25-26 أرضية جداً يعني أرضية عادية. هاي نوع من الأرضيات يمكن يعني إحنا ما نروح لها دوم، إحنا نحب السباقات الفلات. أنا بقول لك شيء، هي الأرض مو وايد سيئة، الأرض سيئة سيئة لكنها مو بوايد سيئة. وركبنا في سباقات أصعب، ركبت أنا في سباقات أصعب، لكن كل واحد وتقييمه وتقديره. أنا أمس يوم كنت أسوق السيارة كنت يعني متهول من المراحل، بس أنا إذا أركب الحصان خلاص أفقد حس الخوف، فأتم أروح. حتى أسمع كثير من الفرسان وراي يقولوا لي خف، هذا مو مكان كانتر، ألقى روحي كانتر في المكان. كنت مضطر أني أزيد الفيس، وكنت مضطر شوي تكون عندي جرأة أكثر من الفرسان الباقيين. قاعدة أشوف السرعات اللي مشيتوا عليها، توقعت أنه يكون العكس، يعني أنتوا في الأولى والثانية أبرج 17 وفي الثالثة 19، توقعت العكس. عملية عكسية في اللوب الأول، أنا أشوف يعني على حسب نظرتي أنا، اللوب الأول الشيخ شاف الترك، شاف الترك شو يباله بالضبط، شو من سرعة زينة على الترك. أعتقد يعني كل الرياضيين اللي في القدرة يعرفون هالسباق وايد صعب، مو بكل من يقدر يروح سرعة، مستحيل. يعني السرعة اللي صارت اليوم ما كانت يعني مثل ما تقولين عبث، كانت من قراءات سليمة، خطة مدروسة 100%. لا، الثلاث مراحل كلها نفس الشيء. فالمرحلة الأولى أعطيتهم جوهم، أعطيتهم سباقهم اللي يبونه، قعدت وراهم وأدرس المرحلة عشان ما أضيع، عشان أعرف بالضبط، وقريتها قراية كاملة. فإحنا رحنا في المرحلة الأولى حسب العادة والمعتاد طول السنوات، هذه سرعتهم في السباق. سمو الشيخ ناصر يعرف شلون يمشي مع الخيل، دائما الخيل يوم تضغطه في المراحل الأولى في سباق نفس السباقات
ويصير عنده lack of oxygen من أول المراحل، يبتدي اللاكتيك أسيد يرتفع في الحصان، وإذا ارتفع اللاكتيك أسيد في الحصان في المراحل الأولى يعني معناته ما بيعطيك في الأخيرة. اليوم إن شاء الله إحنا رايحين حق ريكورد، فهذا الماكسيمم والحقيقة صحيح يعني اللي عقله في راسه هذا الماكسيمم كنا نروح المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بديت أخذ ليد قدامهم وحرك شوي. إن شاء الله إحنا رايحين حق ريكورد. ما بتفق، شوي صعبة. لا مو شوي، وايد صعبة. أنت عشان تكسر ريكورد محتاج كل العوامل تكون في صالحك، وإحنا مو بروحنا ترى. تلقينا في لمة كبيرة. بالضبط. بس ما زلنا في لمة كبيرة، يعني 5-6 فرسان، 3 منهم طبعاً بحرينيين الحمد لله، ولكن يعني الثلاثة هذولاك الثانيين الأسبان الاثنين والأورغوانية. أي الأورغوانية. آه. بحرين. Yeah. Oh please. You'll have every chance to win today. أنا مخوفتني الحقيقة. مخوفتني يعني. My horse is doing very very well, but you know it's his first fast race, and I'm going to be careful with him too. I'm going to be there. You are there. You are already there. I'm going to stay there. Yeah. Yes, and I see what happens. You never know what happens. ما نعرف إيش بيصير إيه، بس اللي يشوفها في المسار شلون قاعدة تمشي وما فارقت خيلنا تدخل معاهم وتفحص معاهم بفرق ثواني، بيعرف إن ما بتخليهم في حالهم ترى. حاسب حسبة الأورغوانية. أنا شوي مخوفتني. هي إذا يعني إذا في سبق بيكون عندها أو عندي. إن شاء الله بنشوف. Do I think you'll do a good job? Yeah. Yes, I think you'll do a very good job. Do I think I can beat Calandria? No. So I've told you. ما أعرف إذا كان لازم أتطمن ولا أخاف أكثر. I'm very careful. I want him for Florac, so I don't want to do anything too brusque. Yeah, but now since the first loop, you're still with them and you're trying to be with them. I always run in the front. So I won't call that careful. No. Oh dear. I won't. I'm being careful for me. Okay. But yes, we see what happens. You know, I can't guarantee anything, but it would be very hard for him to beat Calandria. This is sure. تبون الصج؟ اللي عرف كالاندريا في أي سباق بيقول نفس الكلام. من بيقدر عليها اليوم؟ وهذاني ليه المرحلة قبل الأخيرة أول من يفحص. ترى أدخل بعد على السيفتي. بس ما شاء الله ما شاء الله الفرس لحد الآن خلاص كفت ووفت، والمرحلة الأخيرة الواحد ما يقدر يشرد. فإذا جات قدامكم تقلقوها يعني قولوا لها at the finish line you go front. كم كيف؟ ولو مو اللي صار في المرحلة الثانية مع الشيخ نيلة وسلمان كان شفناهم بعد. على سرعة تزلق، على سرعة تزلق، التم كله تزلق يعني. شفت إيش صار في سلمان عيسى؟ مع أنه ترى كان تروت، ها كان تروت، بس الله كاتب. بس هالثلاثة انطلقوا مع بعض بفرق ثانية وثانيتين وبس، ومعاهم من؟ وانتوا شايفين شلون ماشية مع كالاندريا؟ قلت لكم ما بتخليها في حالها لو شنو. بس الحين عثمان وصل وبعدها محمد بعد. خلت آمن. ها؟ يحتاج أقول لكم اللي صار ولا كل شيء واضح؟ إن شاء الله. جا
وقشيت على الدوري. يوم قلت حق عثمان روح قدامي لان الفرس تعرفين من الانطلاقه وانا راس ليد 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 فالفرس مو برقدت ابي ادخلها روح المنافسه فما بغيت الاورجوانيه تروح قدامي قلت حق عثمان روح وحكرت الفرس وراها فيوم وصلت مرحله ان فرسي وايد تنرفزت وايد قلت حق عثمان اقصر لان خلاص المرحله اللي وصلت الفرس كان اوفر وايد ما شاء الله عليها نشيطه اتوقع اذا شوي نحط عليها البس ينقطع حصانها اتوقع اي ان شاء الله ترى والله خطر اللي قاعد يصير حاسب بكيفه ان شاء الله تبون الصج شوي كسرت خاطر الأرجوانية من اللي قاعد يصير يعني من بيفكر يسوي كذي هلا ايش فين قطعت خلنا ناخذ احتياطنا طويل عمر عقب سم ان شاء الله ان شاء الله بس شوفوا قبل لفه ايش بيصير شفنا قدرات خيلنا ان نقدر احنا نسوي هذه السرعه فخلاص حطيناها شوي رفق معانا بعدها جت التوجيه من سمو الشيخ ناصر وصار اللي صار كالندريا أبي أبات هني الليلة في الفريق وياها الحمد لله ما كان سباق سهل سموك لا يعني ترى أنا جاي هني متوقع الصراحة أن السباق كان بيكون أسهل من كذي فوز الحمد لله وسوى ريكورد أعتقد اليوم إيه ما حد أعتقد يسوي هالسرعة فيها ما حد إيه مستحيل أنا يعني السباق وايد صعب ترى اليوم إحنا كسرنا ريكورد هني الأرضية أكيد. مو سهلة مو سهل ان انت تسوي ريكورد فيها هو ابو حمد هب سهل بعد صح اليوم سوينا ريكورد اعتقد في هالارض هم السبان ما سووها من قبل انت تعرف شنو يعني مرحله اخيره في هاي الارض نعم. يعني شفتوا الارض صح 35 انا شفت الارض امس رحت الدراجه وشفت الارض كلش ما فيها فلات صعود نزول صعود نزول يعني الاماكن اللي بتروح فيها كانتر بسيطه صعب يعني كسرعه 35 34 صعب لان الارض هني تزلق احنا على سرعه 35 34 كل شوي تزلق الخيل عندنا بس الحمد لله خيلنا قويه خيلنا فيها والخيل الحمد لله ان نجحنا الخيل حتى اللي كانت في البر وتتمرن في الصيف
وما وقفناها. طبعا هاي الخيل انفعتنا في هالسباقات وانفعتنا ان احنا نستخدمها كنأهل عليها الفرسان. نفس ما قال الله يطول عمره جلالة الملك يوم كنا في 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 وقت الكوفيد وكان في البيك، قال لنا الله يطول عمره يا جماعة لا توقفون الخيل، خلوا الخيل أكتف وخلوها شغالة عشان ما تتفاجئون في السباقات. وإحنا الله يطول عمره شو بيشلنا على هالشيء حقيقة. سباق خلي التضاريس على صوب، صح سولفنا وايد عن تضاريس الأرض، بنسولف عن نوع المنافسة. بالضبط المنافسة كانت شرسة من البداية. حنينا وقلت أنا حق ربعي وحق الفريق اللي بيركبون وياي اليوم الصبح ما بنلعب لعبتهم، بنلعب لعبتنا وفي أرضها، معناته لازم نطلعهم من الكومفورت زون أو نطاق الراحة. فدرسنا الأرض المرحلة الأولى يوم مشينا وياهم وسايرناهم، المرحلة الثانية كانت الظروف ويانا وقلنا الحين نلعب لعبتنا. اتبعت الأسلوب اللي دائما يتبعه فيكتوريوس ودائما ينجح معه ترى. اللهم لك الحمد، أسلوبنا ممتاز ودائما منافستنا قوية. واللي الفرق بس إنه إذا ذاك اليوم الله وفقنا أو ما وفقنا، أما التجهيزات نفسها والترتيبات نفسها والفرسان نفسه. أنا كنت عندي أمنية واحدة إن كالندرية هذه اليوم كانت كالندرية هي في بطولة العالم، بس أنا عندي أمل فيها كبير وما اهتزت ثقتي لا فيها ولا في الفريق. جيت وأثبت وجودي في بطولة إسبانيا في أصعب الأراضي مع أفضل الفرسان. المنافسة المرحلة الأخيرة كانت جداً شرسة، تطلبنا شيء يعني أكثر. بعرف شلون طلعتوا من الأرضواي؟ صح الحرب خدعة، حنا نسوي اللي علينا في الترك. مشينا على بيس معين شفناها قابضة ويانا، هي حاطة في بالها يعني هي هي حتى من المراحل اللي قبل كانت تحاول تقدم علينا، تحاول تضغط علينا، لكن احنا يعني ما نقول انه همشناها، شفنا فرسها شفنا قدراتها فخذناها على قد معطيات الفرس، عرفتي ما اعطيناها اكبر من حجمها. You couldn't gallop with them. I tried but then they left me in the woods. سوت وايد زين بس اضطرينا احنا نسوي احسن. معروف عنها انها هي فارسة اندفاعية ومن مساوئ الحظ ان اثنيننا تلاقينا في مرحلة اخيرة فاثنيننا اندفاعيين. المرحلة الاخيرة اول 10 كيلو مشينا ويا بعض كانت معانا وفي اراضي ما تتحمل السرعة لكن رحنا فيها سرعة وقلنا عاد نوكل امورنا الى الله وصارت كذا زلقة وكذا كذا شيء، لكن يعني الوقت وقت الواحد ما يفكر. زدنا البيس تمت ويانا لين ما ابو حمد اعطانا تكتيكه. What was our speed? You went very fast in the end. Like how much? I don't know. Like at one point you're doing 25, 26 and then you slow down. When you lose me. No, it's not 25. No, tell her. اخر 10 كيلو ضغطنا. الارض اللي كنا نمشي فيها 20 مشينا فيها 34. اوف. That's why I couldn't go with you. ومشينا على هذا الممشى إلين آخر 3 كيلو. التفتنا ورانا ولا هي مو موجودة. ما تعبت. Because you're too fast. You're too fast. No, I tell them. I tell them they're too fast. I told you. Yeah, you told me. No. I know that right. بس ما تجرأت. تجرأت. You could have a try at least. I tried. Believe me. أكون صريح. إحنا عدينا مرحلة الجرأة والشجاعة دخلنا في مرحلة الجنون. هذا الصراحة. بس عشان هاي الفوز تسوى. تسوى. لازم الواحد يضحي. وتضحيتنا كانت في محلها. اليوم يومنا. وهذا البطل. I have a long long friendship with this man. He is one of the best people I know. Not only in horses, in everything. Yeah. Thank you very much, Alex. Thank you very much. كل شيء يسوى. تستاهل. الحمد لله. نستاهل الفوز. الحمد لله. نستاهل نستاهل. تعرف
اللي بتشوف سموك في سباق اليوم انزين ممكن يحس ان سموك من بعد بطولة العالم كنت فعلا تبغي تثبت شيء. صح. ايوه اعتقد انه هو اثبته اليوم. اثبته بقوه بعد. مو باثبته يعني لا اثبته بقوه بعد. الاندريا فرس سبوك. فرس سبوك. اثبتت على ارض صعبه، سباق صعب انها فرس بطله وفرس عظيمه يعني. فحق اللي تكلم خلال بطوله العالم عن الفرس او شكك فيها اليوم الفرس هي جاوبتهم. كل من سمع. أنا أول شيء سمعتها إن هي مو على هالسباق على صعوبته والفرس تيجي تفحص. محمد ياي اللي طلب عمره واثق. ورد. وشفت إنه ترى اللجنة مو بيعني. اللجنة وايد ستريكت. شابه لجنة بطولة العالم. وايد ستريكت. إيه. أوفر يعني نفس أمس كان عندنا حصان طلع مكوالس. كان هو الترتيب الثاني او الثالث والحصان كان فيه انه يقدر يساوي يفوز في الري اكزام. طبعا طلعوا الحصان، الحصان ما في شيء، الواحد ما يقدر يغير شيء يوم الحصان فيه او ما فيه. طبعا هما الديسيجن ميكر يعني مصيرك في هالفيد سواء في الحصان او ما في. عارفين ريكورد اليوم خلينا بصمه اليوم هنا وخلينا الثانيه يعني اعتقد هذولين بيكونون ابطال عندنا. احنا انا هالحصان اللي انا راكبنا اليوم اكتشفنا بطل، حصان عثمان اكتشفنا بطل. هذا الحصان اللي ركبه عثمان ما بيشوفه ان شاء الله اللي عندي يعني. انا اللي بركبه. هاي حصان شوف ايش كبر هذا ريال ريال. اللي عندك هذه رقواني صح؟ ما نطلع يوم هاي الالم مرميجان. ما شاء الله حصان طيب يعني هادي يركز في اللوب. انا شفته بكحنته ما شاء الله عليه حصان. هذا بيه منه، هذا بيه منه. بس تعرفون كالاندريا فعلا نستنا كل من كان موجود. ان شاء الله بطولة العالم الجاي ان شاء الله باذن الله من غير تغيير بترد هناك ان شاء الله. كالاندريا؟ اي نعم باذن الله. الوعد بطولة العالم ان شاء الله باذن الله السنة الجاية. لان عملها فرص بطولة عالم وبطولتين عالم. كالاندريا بطلة انا اقول لكم. كنت فعلا تبغي تثبت شيء. صح. لذلك هاي هو سباق اليوم. نعم نعم. هذه ردة ثقة للفريق وللطاقم ان احنا على الدرب الصحيح وعلى المسار الصحيح. ما عندنا خلة. اللهم سحابة صيف مثل ما يقولون حلت فوقنا شوي في كاس العالم وراحت. فأداءنا في الأردن كان مقبول لأنه ما كانت في منافسة وخيلنا كانت جيدة. هذه كانت تحضير حق كاس العالم شهر 9. أما اليوم كان يعني فرز عضلات ونرويهم إن إحنا يعني ترى جاهزين وإن خيلنا طيبة. وتجهيزنا لو تعرفين تستغربون من المدربين الخبرة إن ما ندرب إحنا هنا، إحنا ندرب في اسطبلاتنا في البحرين ودبي. وخيلنا جات وسبقت ال 160 في هالجبال هذه. فهم الحين لحد الان يتكلمون شلون صار هالشيء. الساعات اللي يملك سر وقوه ترى. ما تقول لنا شنو السر؟ انت بعدين بقول لك قدام الله وخلقه. هذا حتى يمكن خصمنا يسمع. يسوى الإيمان بشيء، يسوى القناعة، تسوى هاللحظة، تسوى. بس في النهاية اللي ما يسوى إن نعطي رأي المجرد الرأي وفي شيء يمكن لا نفقه فيه ولا نعرفه. في النهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.